آله وصحبه أجمعين. كلنا نسمع أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ونعرف أن الطلاق سبب في انهدام خير جمع الله فيه بين الزوج والزوجة، وتشتت أسرة كانت مجتمعة على خير، ثم إن أسبابا كثيرة دخلت في موضوعها حتى انتهت إلى الطلاق. ولكن الطلاق يا أيها الأحبة الذي يكون بالمعرفة والتفكير والإدراك ما بين الزوجين قليل الحصول. مشكلة الطلاق التي تحدث في عصرنا أحببت أن أسوق شيئا منها، لأنها بلية كبيرة حلت على المسلمين. من أي ناحية؟ من ناحية استهتار معظم المسلمين بهذا اللفظ الخطير. ما يمر علي يوم أو يومان إلا ويأتيني بعض الإخوة فيه ليقول، ويجلس كثيرا حزينا وكأن بيدي أنا حل عقدته أو تفريج كربته: خيرا يا أخي، طلقت زوجي. لما يا أخي؟ والله كنت غضبان حينما طلقتها. ويبدأ حينها فيقول ما يقوله معظم الناس: قال لي صديق إنك إذا طلقتها وأنت غضبان فإن الطلاق لا يقع. وهذا الكلام يا أيها الإخوة ذكرت مرارا أن من لا يحسن العلم الشرعي والفتوى في دين الله فلا يحل له بحال من الأحوال أن يتلفظ بتحليل أو تحريم، حتى لا يدخل في قول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فالذي لا يعرف الحكم الشرعي ينبغي عليه كإنسان مسلم عاقل أن يسكت، وأن لا يبادر إلى إفتاء الناس بحل أو حرمة. قلت منذ قديم قديم: هل هناك إلا ما ندر من يجلس مع زوجته وهو في حال الراحة والطمأنينة وبينهما المودة ليقول لها: يا من أحب أنت طالق؟ كم يحصل هذا؟ إن كان في المليون بالعشر ملايين مرة واحدة يتفقان على الطلاق ثم يقول: أنا أحبك كثيرا وأنت طالق. ما يحصل هذا؟ ما الذي يحصل؟ يحصل أن بينهما شجار وأنه غضبان ويطلقها. هل هناك غير ذلك أصلا؟ إلا أيضا ما ندر أيضا ندر. فإذا من يقول أن الطلاق للغضبان لا يقع كلامه غير صحيح. قال: أيقع؟ نعم يقع، إلا إن وصل الغضب إلى درجة أشبه ما تكون بالجنون كما وصف الفقهاء على اختلاف في تفريعات بينهم. فمثلا مذهب الحنفية يعني يقول إن الإنسان إذا وصل إلى درجة أشبه بالجنون فإنه تجري عليه أحكام المجنون حينها ولا يقع طلاقه. وهذا ضرب له أمثلة في الفقه، فقالوا مثلا: هذا لا يميز بين السماء والأرض. يعني وأنا أقول، يعني لو أنه جرح نفسه أو جرح الذي أمامه لما شعر، ما حس بالألم. هذا أيضا قليل الحصول. كلنا نغضب حينما نطلق، ولكن لا نصل إلى هذه الدرجة التي يذهب فيها العقل حتى يصل إلى درجة الجنون أو قريبا من الجنون، لا يصل هذا. فهل الطلاق واقع؟ نعم. هذه واحدة. الثاني: بعض الإخوة يجعلها ديدنه في بيعه وشرائه وتجارته وهزله وجده وسخريته ومزاحه مع أصدقائه، يجعل ذلك لفظة الطلاق. علي الطلاق يا محمد، اشرب الفنجان القهوي. لك اتق الله يا رجل، ما ذنب زوجتك يا أيها الفهيم؟ ما فإن لم يشربها؟ لم يشربها الرجل، أهو الذي سيتحمل أم أنت؟ أم أنك لا تقيم وزنا للطلاق والزواج وتمكث بالحرام ولا فرق عندك؟
ليش علي الطلاق من شان فنجان قهوة؟ ايش هذا الجنون؟ علي الطلاق رأس مالي علي 100 ليرة وهو يكذب والله يراه ومطلع عليه وأن ليس رأس ماله بها كذا ولا كذا وإنما هو كذاب أشر لينفق السلعة. يتكلم مع صديقه على سبيل المزاح، ايه خيو ايش رايك ماذا تساوي لنا عزيمه طبخه ايه علي طلاق لا تساوي لنا عزيمه طيب وزا ما سوى عزيمه. اخرج الامام ابو داود رحمه الله وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، جدهن جد وهزلهن مزاحهن جد، جد الطلاق والنكاح وفي لفظ الرجعة وفي لفظ العتاق، الرجعة يعني راجعت زوجتي وفي لفظ العتاق يعني اعتقت عبدي حينما كان العبيد. الطلاق والنكاح والرجعة. فإذا قال هازلا مازحا سخرية جادا بلفظ الطلاق فقد وقع عليه الطلاق. كثير من الناس يسأل أيضا طلقت زوجتي فقلت أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فما الذي يقع؟ عند جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى تقع الثلاث طلقات، وهناك أقوال ضعيفة قد يأخذ بها الإنسان وقد أحرج في أحيان وأنظر أنا وغيري من طلبة العلم في هذه الأقوال كي نستر على عائلة فنديم الإلفة بينها فنضطر إلى الأخذ بأقوال ضعيفة وهي ضعيفة وأنا أدري أنها ضعيفة، ولكن الإشكال أن نفوسنا أضعف من هذا الضعيف بمليون مرة. كل يوم يجري هذا، كل يوم يجري هذا. يا أيها الناس أما يتقي أحدنا الله تعالى في هذه المسألة؟ أنت تريد طلاق زوجتك؟ قال لا. لماذا تتفوه بهذه الكلمة؟ قال يا أخي جرت على دي. ما في جرت على النساء، لا يوجد شيء اسمه جرى على لساني. جرى على لسانك لو أني قلت لك هناك إنسان قوي تخاف منه قل إليه وأشتمه، قال لي لا أستطيع. طيب يا أخي أنت جرى على لسانك طول الليل والنهار أنت تسب الناس، وهذا واقع أيضا مصيبة أخرى هذه لعلني للأسف أتكلم عن مصائب تلي بها المسلمون، وإن كان هناك حسنات كثيرة ولله الحمد عندنا نحن المسلمين، ولكن المصائب أولى بأن نتحدث عليها لنجتنبها لنبتعد عنها لنحذرها. أيضا كثير من الناس كما قلنا هذا الأمر عنده سهل، أشتم هذا الرجل، يا أخي أخاف. مما تخاف؟ من أن يضربك؟ من أن يكون لسانه أسقط من لسانه فيسبك أكثر من سبابه؟ تخاف من؟ إذا تحفظ لسانك، إذا عقلك معه، لست لا مجنونا ولا غضبانا، وإن كنت غضبانا لا تستطيع أن تشتم. طيب ما الذي يجري؟ لما الأمر رخيص؟ سيدنا رسول الله في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم قال أوصيكم بالنساء خيرا أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، بكلمة الله. ثم هذا الأمر رخيص على الناس إلى أكثر الأحوال. سبحان الله العظيم، أعود فأقول يا أيها الإخوة هذه طامة حلت بكثير من المسلمين. المسلم حينما يسمع التنويه والتحذير يعزم في نفسه أن يخرج ويبتعد عما يحذر منه. أنا قد اعتدت في يوم من الأيام لفظة الطلاق وجرى لي إشكالات ثم عقدت عقدا جديدا ثم ينبغي علي منذ الآن أن أجعل هذه الكلمة في أبعد الأشياء عن لساني وأن أحرمها على نفسي إلا إن أردت الطلاق فعلا، يعني وأنا بكامل إدراكي وأعرف أن الحياة لن تستمر بيني وبين زوجتي حينها أطلق، وهذا حق، وهو وإن كان حلالا لكنه ليس مستحبا لكنه حق وجائز. فإذا عرفت أن الحياة لن تستمر أو ستستمر بصعوبة فطلق حينها يا أخي، أما تأتي وتنكسر كما قلت يا أخي أنا ليس بيدي مرهم علاج لأمسح على جرح أصابك لتشفى منه، أنت الذي أوقعت نفسك بهذه البلية.
يا أيها المسلمون فلنحذر رحمكم الله، وإن كان كثيرا منكم حذرين فليحذر جيرانه وإخوته وأصدقائه. يا أخي لا تحلف بالطلاق، لا تدخل هذه اللفظة على نفسك بحال من الأحوال. لو نظر أحدنا وسمع ما يجري أيضا في المحاكم الشرعية لعجب من هذا، يأتيهم أيضا كأشياء عجيبة عجيبة. ثم أيضا الأنكى من هذا أن يأتيني أناس، طلقت زوجتي، ما الفتوى في ذلك؟ ماذا قلت؟ قلت أنت طالق، مو هذه ترجع بسهولة؟ ترجع، لكن أنا لا أفتيك بهذا. ما الذي قلته سابقا؟ ينظر إلي هكذا، كم مرة طلقت قبل أن تأتيني؟ وهذا أمر كثير ممن يفتي لا ينتبه إليه، فقد يقول له مثلا أنت قلت أنت طالق طلقة واحدة تراجعها وترجع، ما في مشكلة، صحيح كلامه، لكنه لم يسأل عما سبق، قال ليش لازم؟ نعم لازم، لأنه قد يكون قد طلق قبلها 100 مرة ثم جاءك وأخبرك وأنت لا تدري شيئا، وإذا قيل له قال الشيخ أفتاني. ماذا حلفت يا أخي الكريم قبل أن تأتي إلي؟ كم مرة في حياتك؟ وماذا قلت في كل مرة؟ فإذا به حلف 4 مرات وفي كل مرة حلف بالـ3. طيب من أين أتيك بفتوى؟ أكذب على الله أم أكذب على نفسي أم أكذب عليك؟ من أين؟ والأعجب أيضا أن يأتيني ليقول قال لي شيخ إنك يمكن أن ترجعها بكلمة بسيطة، تقول لها كذا كذا وانتهى الموضوع. ماذا قلت؟ يقول قال كذا وقال. من الذي يفتك؟ والله لا أعرف، رجال له دقن ولحية وما بعرف إيش، عيطت على أي شفته بالشارع سألته. هذا منبع الفتوى؟ وعلى هذا تقيم دينك؟ قلت يا أيها الحبيب الكريم الأخ المسلم الفاضل العاقل، إنها بلية، والبلية يعمل الإنسان فيها أشياء، أولاً أن يسأل الله تعالى أن يعافيه منها مصيبة هذه، والثانية أن يلهج لسانه بذكر الله حتى لا يسترخص هذه الكلمة، والثالثة أن يسأل من يخشى الله تعالى من أهل العلم في هذه المسألة إن وقع فيها. وأعود فأقول أسأل الله تعالى لي ولكم أن يعافينا من كل بلاء. اللهم صل على